دعونا نرحب بضيف حلقتنا الدكتور محمد الصغير، عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، انضم إلينا من الدوحة عبر خدمة سكايب. دكتور الصغير، السلام عليكم وأشكرك الانضمام إلينا في هذه الساعة. التصرف والسلوك والخيارات الإماراتية انطلاقا من هذا السفير لديها في تل أبيب، هل باعتقادك يعني وصلت إلى مدى بات واضح جدا، وما هو هذا الخيار الإماراتي؟ السلام على سيدنا رسول الله. ما حدث من السفير الإماراتي والذهاب إلى كهين كبير الكهنة أو المسؤول عن حكمة التوراة كما يقولون، وحديثي عن قناة الجزيرة وعن الإخوان المسلمين، أثبت أنه انتقل من الصهيانة السياسية إلى الصهيانة العقدية. يعني أن يكون سفيراً عند كيان محتل وغاصب، هذا انضمام إلى صهيونية سياسية. أما أن يتلقى البركة من حاخام ومن كاهن أكبر، فانتقل إلى الصهيانة العقدية. هذا نوع من التماهي غير المسبوق، لا أقول الآن بين دولة الإمارات، ولكن بين الكيان الإماراتي والكيان الصهيوني. لكن هذا التماهي ربما بلغ بنظر البعض مراحل متقدمة وخطيرة للغاية، يعني بات يتوجب ربما تحرك عربي رسمي، أليس كذلك؟ التحرك العربي الرسمي لا أظن أنه سيصدر، لأن أبو ظبي أصبحت تتحكم في كبرى العواصم العربية من خلال المال الفاسد، ومن خلال الأذرع الإعلامية التي تبثها، ومن خلال جماعات الضغط التي تحسن أن تستخدمها. الإمارات الآن لا أقول مخلب قط، وإنما هي الذئب الذي ينهش عباءة الإسلام في كل مكان، بداية من مالي، مرورا بانقلاب مصر، وليس أخيرا حملة التطبيع الفج التي تجاوزت فيها الإمارات التطبيع إلى التصهين الكامل. هو الحقيقة دكتور الصغير، يعني أمر الحقيقة يستعصي على العاقل، يستعصي على الفهم. أن تقف الإمارات من خلال سفيرها تدافع على العدوان الصهيوني على غزة وعلى القدس، وتكذب رواية الإعلام الحر من أمثال الجزيرة وغيرها، وتتهم الإخوان بأنهم يعطون أيضا رواية غير صحيحة، يعني وكأنما يجري إذن لم يكن عدوانا بل رمي الزهور على غزة وعلى القدس. عندما تصل الإمارات إلى هذا المستوى، ماذا نقول في عروبة وإسلام النظام الإماراتي؟ وأنا أدقق، النظام الإماراتي وليس دولة الإمارات أرضا وشعبا وتاريخا. أنا أؤكد على ما تفضلت به، الشعب الإماراتي أعرفه عن قرب من الشعوب القريبة من الفطرة والقريبة من التدين، وما يشاع في وسائل الإعلام لا يمثل إلا طبقة من مرتزقة النظام. أما النظام الإماراتي فلا أظن أنه الآن يحب الانتساب إلى العروبة أو يفرق معه الانتساب إلى الإسلام. ودعني هنا أن أذكر المشاهد العربي الكريم أن فضيلة الإمام العلامة الشيخ القرضاوي كان له السبق والصدق لما تحدث عن منبر، من فوق منبر مسجد عمر بن الخطاب في الدوحة في عام 2014، وقال إنه النظام الإماراتي وأبو ظبي تحديدا الآن في حرب مع الإسلام. لا أقول لك العوام من الناس، ولكن المقربون من الشيخ القرضاوي والموتورون أو أصحاب الثأر من الإمارات ظنوا إنه هذه مبالغة من الشيخ حفظه الله، ولم تمر السنوات والشهور حتى صدقت الأيام ذلك. فالكيان الإماراتي الآن في حرب سافر مع الإسلام عقيدة وشريعة، وفي عداء تام مع عموم المسلمين. دكتور الصغير، يعني بعض جمهورنا، أذكر يعني من الحلقات الماضية، بعضهم يدافع على هذا، بين ظفرين، يدافع على هذا الموقف الإماراتي أو يحاول أن يتفهمه بالقول والله الانتقادات التي توجه للإمارات من قبل ربما نشطاء ووسائل إعلام وحتى سياسيين هو ما دفع بأبو ظبي إلى الارتماء تماما.
في أحضان إسرائيل. مثل هذا التبرير أو محاولة لفهم دوافع هذا المسلك الإماراتي باعتقادك هل هي مقنعة؟ ليست مقنعة بالكلية. النظام الإماراتي الحالي اختار موقعه بمنتهى العناية والدراية. لم تكن هذه الأصوات هي الدافع له في تمويل الحرب على الإسلام في مالي، يعني مولوا فرنسا تمويلا واضحا وصريحا ودعم الثورة المضادة والاتجاه الشيوعي في السودان والانقلاب على التجربة الديمقراطية في مصر. ثم دعني أقول لهم، لقد منيت الإمارات بخسارة كبيرة في فشل المشروع الاقتصادي الكبير الذي كانت تعول عليه في دعم الجنرال المنقلب خليفة حفتر. أينما وجهت وجهك وجدت أصابع الإمارات قد دخلت في شقوق هي أقرب إلى أظافر العقارب، ونشبت في لحم العالم الإسلامي وامتصت دمه. إذا كان الكيان الصهيوني يعادي الأمة ويحتل قدس المسلمين، فإن الإمارات تعادي الأمة في أكثر من موطن وفي أكثر من مكان. أنا الحقيقة دكتور صغير تابعت حوار، لعلنا نقتبس جزء منه في حلقات قادمة، لشخصية مغربية مهمة يتحدث عن الفرق بين التطبيع والاختراق الصهيوني الكامل. هو يقول بأنه الصهيونية، وهذا رأيه طبعا، يقول بأن الصهيونية ودولة الاحتلال لم تطبع فقط مع المغرب، بل اخترقت كل المؤسسات بما فيها الأوقاف. وهذه الحقيقة مسائل خطيرة للغاية، وله طبعا يعني شواهد على ذلك. نعود إلى الإمارات، لأن هذا الذي يحصل لا يمكن أن يكون مجرد تطبيع. الأردن مطبع ولكن سياساته ما تزال في المستوى الذي يدافع على حقوق الأمة وفلسطين، يعني التاريخ والحاضر. تركيا كذلك، مصر إلى حد ما، لكن ما وصلت إليه الإمارات الحقيقة غير مسبوق. هل ترى بالفعل أن ربما دولة الاحتلال قد تكون سيطرت على مراكز مهمة ومفاصل مهمة داخل الدولة الإماراتية؟ أنا أختلف معك في هذا. الأستاذ عبد الوهاب المسيري العالم المصري الكبير رحمه الله، ودكتور عبد الله النفيسي العالم الكويتي الكبير مد الله في عمره، كلاهما كانت له نبوءات تحققت. الدكتور عبد المسيري قال سيظهر جيل من الصهاينة العرب في مقابل الصهاينة العجم، والدكتور عبد الله النفيسي قال ربما تكون هناك تل أبيب داخل المجتمع الخليجي، وكلا الأمرين حدث في أبو ظبي وفي الإمارات. لا أظن أن الأمر اختراق، وإنما هو شهوة التوسع لدى محمد بن سلمان، محمد بن زايد، فهو يرى نفسه عبد الناصر الخليج، ويرى نفسه أكبر من حدود السبع إمارات التي تتبع له. وما أطمع محمد بن زايد في اليمن الذي دمره تدميرا عنا ببعيد. محمد بن زايد اعتدى في اليمن على البشر والحجر والشجر، أشجار سقطرى تم نقلها من الغابات اليمنية وزرعها في شوارع أبو ظبي ودبي. أختم معك بكلمة أخيرة دكتور الصغير، متى يكون لعلماء الأمة قول فصل فيما يتعلق بالنظام الإماراتي في كل هذه السياسات التي نشير الليلة إلى جزء مهم منها؟ الخطاب الذي أعتقده وأتبناه وأتمنى من العلماء والدعاة أن يبحثوه وأن يحذوا هذا الحذو، أنه لم يصبح نظام إماراتي، وإنما أصبح كيان إماراتي يوازي الكيان الصهيوني، بل يتفوق عنه في بعض الحالات، لأنه المنافق عليم اللسان إذا كان من جلدتنا ويتحدث بألسنتنا فوقعه أوقع وأشد مرارة من العدو الواضح الصريح. ينبغي للأمة أن تكشف اللثام عن هذا الكيان، وإذا كنا ندعو إلى مقاطعة فرنسا مرة واحدة فينبغي أن ندعو إلى مقاطعة الإمارات ألف مرة، لأن البضائع الصهيونية يعاد تصديرها الآن إلينا من جبل علي.
الدكتور محمد الصغير، عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، كنت معنا من الدوحة، نشكرك جزيل الشكر.